خلوني انتقل معكم مشاهدينا الكرام لحالة تانية من الجدل، والهجوم هذه المرة كان على حي العمرانية بعد ما تداول مجموعة من رواد التواصل الاجتماعي صور لتمثال الفلاحة المصرية للنحات الراحل الكبير فتحي محمود. التمثال موجود أمام قاعة الصوت والضوء في الهرم بعد ما تم إجراء عليه أعمال دهان وتجميل، لكن مفيش تجميل، لكن بشكل يعني سيء أفقده شكله الجمالي من قبل الحي، يعني الحي هو من قام ب يعني باعمال الدهان. الحقيقه انه يعني دكتوره ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه شكلت لجنه فنيه لمتابعه ومعاينه وبحث اسباب تشويه تمثال الفلاحه المصريه، وطلبت ببدء العوده ببدء العمل لعوده التمثال لشكله الاصلي ولرونقه اعتبار من بكره على طول. الوزيره كانت بتاكد او بتفكرنا وتفكر المسؤولين في المحليات يمكن بقرار رئيس الوزراء بضروره الاستعانه بوزاره الثقافه لوضع الرؤيه المعماريه في اي حاجه تتعلق بتطوير الميادين المختلفه من أجل تغيير الصورة البصرية للفراغات العامة على مستوى الجمهورية. صفحة العلاقات العامة في حي العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة كانت قالت أنه إدارة الإعلانات في الحي نفذت عملية الدهان للتمثال بتعليمات من رئيس الحي اللواء خالد عصر بعد ما عانى التمثال من الإهمال والتشويه. الحقيقة أنه رئيس الحي بيقول أنه تم تجميل التمثال في إطار خطة الحي لتجميل التماثيل الواقعة في نطاق الحي الجغرافي التابع للحي، وبيقول انه دهان التمثال باللون الابيض اللي احنا شايفينه ده، يعني ده اليمين طبعا بعد ما اتدهن، دهان التمثال باللون الابيض جاء بناء على نصيحة عمال كلية الفنون الجميلة لموظفي الحي اللي طلبوه بتنفيذ اعمال التجميل. يعني زي ما قلت لحضراتكم انه في قرار كان من رئيس الوزاره بانه ما يكونش في ترميم او وضع اي تماثيل في الميادين العامه او لو لوحات جداريه او منحوتات الا بعد الرجوع لوزاره الثقافه ووزاره الاثار كل فيما يخص. خلوني افكر برضو حضراتكم مشاهدين عن ضحايا يعني التجميل اللي بيقلب الى تشوه بهذا المنظر. من فتره مش بعيده كنا تناولنا تمثال الخديوي اسماعيل في الاسماعيليه، واللي يعني اتدهن برضو بالوان حاجه كده اسود في سيلفر لما بقى شكله بشع تماما. في تمثال عروس البحر في سفاجه، تمثال عباس العقاد، احمد عرابي في الشرقيه، برضو من التماثيل اللي يعني كانت ضحيه كبيره. يعني وهختم بقى بالضحية الكبيرة خالص، نفرتيتي في المنيا. مش عارفة حضراتكم فاكرين صورتها ولا لأ، بس بقى عندها حسنة هنا وبقى عندها حاجات كده في وشها. يعني على أي حال خلونا نشوف إيه موضوع، يعني إيه موضوع بقى العمرانية. معانا على التليفون مهندس محمد أبو سعد رئيس جهاز التنسيق الحضاري. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا فندم. أسأل حضرتك الأول سؤال، هل حضرتك بتعرف عن الحالات دي من الإعلام ولا من السوشيال ميديا ولا مين بيبلغ حضرتك؟ بتعرف إزاي؟ أول حاجة كده بتعرفها منين؟ يعني احنا الاول نقول ان السبب في ان صدر قرار رئيس الوزراء بان ما يتمش اي اعمال في الفراغ العام غير بعد رجوع للجنه اللي احنا لا انا هرجع لده، هو المشهد اللي انت قلتيه. انا هرجع طبعا لكل هذه التفاصيل، انا بس عايز اعرف حضرتك يعني اول صدمه كده بتوصل لك من هذا المنظر بتعرفها. احنا عندنا اسلوبين، يا من السوشيال ميديا يا احنا عندنا المرصد الحضاري على موقع الجهاز. اي مخالفه في اي موقع بيجي لنا الرصد على الموقع بتاع الجهاز على الانترنت. طيب ممتاز، دي اول حاجه. النقطه الثانيه، هذا التمثال يا فندم اللي اتلون باللون الابيض، مبدئيا ممكن احنا نكون شايفين بنحكم على الموضوع بشكل يعني ايه، كل واحد وذوقه، والله ممكن ما يعجبنيش انا بس يعجب حد تاني. خليني اخد وجهه نظر حضرتك المتخصصه، اين الخطا والقبح فيما حدث من وجهه نظرك المتخصصه؟ يعني التعامل مع الفراغ العام بشكل عام كده ما بيخضعش لرؤية شخصية، بيخضع لمتخصصين وخبراء في مجال اولا الماتيريال. يعني حتى احنا قلنا ان صيانة الاعمال الفنية زي ما حضرتك ذكرت تمثال الخديوي اسماعيل، ما كانش ينفع، ده كان بوليستر، فبرضه اتدهن بالوان ما لا تصلح انها تتواجد على سطح من البوليستر. نفس الحكاية التمثال الأخير ده حجر، فما ينفعش يدهن. المشكلة ان اللي بيعمل ده بيستشهد ان هو بيضيف بيجمل، ويمكن الصور اللي حضرتك شفتيها دي كانوا كمان بيدهنوا الشجرة اللي جنب التمثال.
عشان يبقوا لاقيين على بعض بقى. فيعني هي احنا بنقول ان الفراغ العام، وده يمكن الجواب اللي طلع لجميع المحافظات، في جهات معنيه بان ما يتمش اي تعامل مع الفراغ العام غير بالرجوع ليها. فيهم ناس متخصصه، فنانين تشكيليين، مخططين، معماريين. مصر بلد النحت، فلا يليق ان النهارده يظهر الاعمال اللي حضرتك ذكرتيها دي، اذا كانت نفرتيتي او الاعمال اللي موجوده، تسيء لينا واحنا عندنا اوريدي فنانين ونحاتين عالميين. طيب ممكن اعرف من حضرتك تاني المحليات انها تلتزم بقرار رئيس الوزراء ان ما يتمش تجميل ولا اضافه اي اعمال في الفراغ العام؟ طب غير برايك ليه ما بيلتزموش يا فندم؟ ليه بعض المحليات لا تلتزم؟ يعني نرجع ليهم طبعا، معاك حق، بس انا بسالك وجهه نظرك، تعتقد ليه يعني؟ لا يعني احنا على الاقل هيشيلوا المسؤوليه من عليهم. لا يعني انا بقول ان المفروض ان اي عمل في الفراغ العام يكون في حد مسؤول يتعامل معاه. كون ان حد ما بيرجعش من المسؤولين نرجع نساله ليه ما بيحصلش. طب حاليا انتوا دوركم ايه بقى بعد ما بتشوفوا ده؟ احنا طبعا اولا احنا لازم ان احنا نتعامل مع المشكله دي، لان ده بيمثل مصر وبيمثل فراغ عام مهم، وفي طريق وفي شارع الهرم وفي منطقه سياحيه مهمه وامام اكاديميه الفنون. يعني ما يليقش انه يتساب العمل ده بالشكل ده، عشان كده فنانين من قطاع الفنون التشكيليه موجودين من الصبح في الموقع علشان يزيلوا الالوان ويزيلوا الحاجات اللي موجوده دي والتشويه اللي حصل ده. ويمكن احنا يعني نشرنا تاني ومن خلال حضراتكم ان اي اعمال في الفراغ العام يتم الرجوع للمتخصصين فيها، اذا كانوا قطاع الفنون التشكيليه فيما يتعلق بصيانه الاعمال الفنيه او التماثيل، وللجهاز في حاله انهم بيعاد تنسيق موقع او بيعاد ميدان برؤيه جديده يقعون. عمليات الترميم باشمهندس بتتبع وزاره الثقافه مش الاثار، مش كده؟ لا احنا مش بنرمم، احنا بندي البعد الفني اليات التنفيذ. الخبراء عندنا يقولوا والله ده ماتيريال كذا يتعامل بالطريقه دي، يدوا المانيوال للفنيين اللي يصلحوا هذا العمل. وهم ينفذوا ده؟ ينفذوا على الرؤيه الفنيه اللي احنا بنقولها. طيب ممكن حضرتك تشرح لنا على الأعمال. ممكن حضرتك تشرح لنا ايه اهميه التمثال ده؟ اهميته انه عمل نحتي لفنان، اعتقد انه طالما موجود في فراغ عام وتساب بيعبر عن شخصيه مصريه، مهم جدا ان يحافظ على القيمه اللي الفنان ده عملها. ما ينفعش اي حد يضيف عليه رؤيه، ده حتى حقوق الملكيه الفكريه اللي عملها، لان ده بيشوه عمل فني اتعمل. دي نقطة برضو مهمة، لما حضراتكم بتشوفوا انه في تمثال قدم محتاج انه يعني يتعمل له ترميم او تجميل او اي مكان يعني العملية اللي هتتم، معايير هنا انه يعني يترمم؟ يعني احنا شايفين الصورة اللي على الشمال هي الصورة الاصلية، يعني ده شكل التمثال الاصلي قبل ما يترمم او يعني يتلون بالالوان اللي لونها ابيض دي، وحضرتك عايز تخليه من القديم يبقى جديد، يبقى شكله ما هواش متهالك بالمنظر ده، ايه اللي المفروض تراعيه؟ لا هو اصل الاعمال الفنيه مش الهدف منها ان هي تدهن عشان تتجدد. العمل الفني حسب الخامه بتاعته. فاذا كان العمل الفني ده زي ما بنقول حجر، فله اسلوب فني بالتعامل مع الحجر. ما ينفعش ان انا ادهنه. لما يكون تمثال من البرونز ما ينفعش اقول عشان اجدده ادهنه. في خامات حسب الخامه اللي معمول منها العمل الفني، والفنيين المتخصصين هم اللي بيقولوا ده خامته برونز يبقى عشان يتصان ويتحافظ عليه، ومش بالضروره انه يبقى بيلمع وبيبرع عشان يبقى حلو وجديد. ممكن يكون هو قاصد الفنان انه يبقى باتينا ويبقى واخد درجه من درجات اللون المطفي عشان يعبر عن الظلال والنور فيه. يعني دي رؤيه فنيه، مش مساله ان نجدده فندهنه فيبقى بيلمع يبقى حلو. طب حضرتك قلت التمثال ده تمثال حجر، بالتالي ما ينفعش يدهن. طيب هو اتدهن بقى دلوقتي كده، يعني حصل فيه اضرار؟ لا هتتزال، ما هو نفس اللي حصل في الخديوي اسماعيل. ما انا فاهمه هتتشال، بس يعني بيلحق بالتمثال ضرر؟ ما هو الخامات اللي بتتحط وبتضيف على التمثال ده بتيجي الفنيين بيجيبوا مذيبات، بتجيب الماده اللي اتدهن بيها عشان ترجعه لمكان عليه. متوقع ياخد قد ايه وقت علشان يرجع تاني لشكله؟ يعني معرفش اللي يتشاف، بس اللي ظروف بكره هنشوف الحاله ايه والوضع ايه والاعمال اللي عليه دي هتتشال ازاي وتتنصب استقالات عليه، وان شاء الله مش هيتجاوز اسبوع باذن الله يكون اتشال الكلام.
حضرتك قلت ان القرار بيتعلق بكل الفراغات العامة، معنى كده انه اذا كان التمثال يعني لنحات مشهور او مش مشهور، احنا عارفين اصلا ان التمثال ده بتاع مين ولا مش بتاع مين في اي مكان من الجمهورية، لا يحق لاي حد انه يتدخل في ترميمه او اعادة دهانه او اي مكان. احنا لازم يبقى فيه يعني مفهوم ان الفراغ العام التعامل معاه يجب يكون من خلال متخصصين، مش من خلال رؤية شخصية او رؤية ذاتية ان حد خد قرار ان هو يتعامل مع عمل فني موجود في الفراغ العام. طيب عايز أحدك على نقطة أوسع بقى، وهي فكرة أنه يكون في تغيير للصورة البصرية للفراغات العامة على مستوى الجمهورية، ده معناه أنه يعني هل المجلس هيكون ليه دور في 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 الخطة دي؟ ده احنا بنعمله بالفعل حاليا فيما يتعلق بإدارة الميادين. احنا أولا بدأنا ننشئ قاعدة بيانات عن كل الأعمال الفنية اللي موجودة في الجمهورية من خلال التنسيق مع المحافظين عشان نتعرف على إيه الأعمال الموجودة، لأن في بعض الأعمال قد تكون مش مناسبة زي اللي حضرتك ذكرتيها، في بعض المحافظات في أعمال في المدن أو في القرى لا تليق انها تبقى في الفراغ العام، فاحنا حاليا في عمليه الحصر بقى لكل الاعمال اللي موجوده دي بالتنسيق مع المحافظات عشان نبتدي نحدد ايه اللي يليق انه يبقى موجود في الفراغ العام من اعمال فنيه، ثم نبتدي نعمل بقى قاعده بيانات الاعمال اللي موجوده دي خاماتها ايه؟ ايه طرق الصيانه المطلوب انها تستعمل فيها علشان يبقى في مانيوال موجود مع الاحياء لما يبقى عايز يعمل صيانه للتمثال ده يبقى عارف ان ده برونز وعشان تصونه هتتعامل في المانيوال اللي احنا بنعده عشان نسلمه له. طب ده المفترض وده واعتقد ان ده هيكون يعني انجاز كويس ان مش هنتعرض للي بيحصل بيه النهارده. طب ده المفترض يخلص امتى يا فندم المانيوال ده او يعني ده احنا ان شاء الله احنا مقررين في خلال 3 شهور نكون غطينا الجمهوريه وعرفنا الموقف ايه وبدانا نحدد استخدامات كل فعل. طب هل ده ليه علاقة فقط بالتماثيل يا فندم؟ احنا بنتكلم على صورة بصرية للفراغات العامة، التماثيل فقط والنحت ولا ممكن يكون مثلا حدائق لوحات جدارية؟ الصورة البصرية معتمدة على كل ما هو في الفراغ العام من اعلانات من ميادين أيوة. من اي حاجة بتمثل الفراغ غير المبني يعني، وكمان المباني واجهات المباني والاسكالين المباني والوانها والكلر سكيم في كل والهويه العمران في المدينه دي، ده موضوع احنا بنشتغل عليه من فتره ويمكن سياده الرئيس وجه ان يبقى فيه هويه بصريه للمدينه. احنا بنتكلم احنا كنا شفنا احد النماذج الناجحه في الاقصر احنا يمكن بنعيد دلوقتي ما يتعلق بالمناطق التراثيه زي مصر الجديده والقربه والمنطقه دي يعاد دلوقتي حاليا التعامل معاها، وبرضه في وسط البلد في منطقه الخديويه وفي منطقه القاهره التاريخيه كل دي مناطق النهارده بيعاد رونقها مره ثانيه علشان يبقى في شكل وبصمه للعمران في البلد. نعم انا بشكرك شكرا جزيلا مهندس محمد ابو سعد رئيس جهاز التنسيق الحضاري.